تقرير الطب الشرعي أكد أن في نسبة عجز بسبب الإصابة. النيابة في انتظار تقرير الطب الشرعي لتأكيد صحة الأختام. الطب الشرعي أثبت أنه بالفعل المواد اللي مع المتهم مواد مخدرة. كلها جمل معظمنا بيسمعها كتير، بس مش دايما بنفهم بتحتوي على إيه. عشان تكون بتفهم الجمل دي محتاج أن أنت تبقى رجل قانون أو عضو في مصلحة الطب الشرعي وبتشتغل فيها، أو على الأقل صحفي أو إعلامي، فطبيعي أن أنت هتبقى بتعرف الحاجات دي بحكم شغلك. لكن لو أنت في أي مجال تاني أو من عامة الشعب، مش دايما هتفهم حاجات كتير في الموضوع ده. علشان كده احنا موجودين النهاردة عشان نجاوب على أسئلة كتير جدا وعلى لبس كتير بيبقى حاصل عند معظم الناس في حاجات كتير بتدور حوالين الطب الشرعي. مبدئيا خلونا نعرف أولا إيه الطب الشرعي؟ إيه مصلحة الطب الشرعي؟ مصلحة الطب الشرعي أو الهيئة دي عبارة عن إحدى جهات الخبرة الفنية اللي بتساعد الهيئات القضائية في تقصي الحقائق، وبالتالي فهي تابعة لوزارة العدل، مش زي ما كتير ممكن يتخيلوا إن هي تابعة لوزارة الصحة. وبما إنها تابعة لوزارة العدل وتحت رقابتها، فده معناه إنه معظم شغلها مرتبط بالقضايا والجنايات. بس ده مش صحيح، مش كل التقارير المطلوبة من الطب الشرعي بتكون مطلوبة في قضايا جنايات بس، بدليل إن في فعلا تزييف وتزوير وأختام بنرجع للطب الشرعي عشان يثبت لنا صحتها. مصطلح الطب الشرعي مش مصطلح معناه بس حاجات طبية بحتة. التقارير اللي بيقدمها الطب الشرعي أحيانا بتكون تقارير مدنية، زي مثلا لما بيثبتوا صحة ختم معين أو تزوير في توقيع حد، الموضوع بيبقى مدني بحت. مصطلح الطب معناه الحاجات العلمية، ومصطلح الشرعي فدي صفة بيسبغ بيها بس الأعمال اللي بتقوم بيها الهيئة أو المصلحة دي، علشان تجمع ما بين الحاجات الطبية أو الحاجات اللي هي ممكن توصل لها من تقارير مع الصيغ القانونية، وبالتالي يكونوا فكرة أو علاقة وجودية بتوصل لنتيجة معينة في قضية ممكن تدين حد وممكن تبرئه. أقسام الطب الشرعي بناء على الكلام ده مش هتبقى قسم واحد بس اللي هو بنبقى دايما حاطين دماغنا فيه التشريح والجثث واختبارات الدي ان ايه او الفحص بتاع البصمة الوراثية وبس. في أقسام تانية كتير، زي أول حاجة أبحاث التزييف والتزوير، دي اللي بنقدر عن طريقها نتأكد إذا كان الختم ده ختم الهيئة دي فعلا ولا ختم مزور، وإذا كان العمل الكتابي ده العمل مكتوب فعلا بخط الشخص ده ولا حد مزور خطه. أبحاث التزييف والتزوير بتبقى عبارة عن مجموعة من الخبراء عددهم تقريبا 1000 بني آدم بيدوروا كلهم حوالين الحاجات دي، ملهمش أي علاقة بالحاجات الطبية البحتة. وتاني قسم، القسم اللي بيتكلم عن الحاجات الكيميائية البحتة، زي المخدرات، السموم، الخلايا والأنسجة، أمراض الذكورة والعته، والحاجات اللي بيبقوا عايزين يعرفوا التفاعلات الكيميائية فيها واصلة لحد فين. وتالت قسم، القسم اللي هيبقى بيتكلم عن الحاجات الشرعية البحتة، زي مثلا إنه عايز يعرف فحص معين لخلايا معينة في الجسم بتاع البني آدم حتى لو هو بني آدم عايش. كل الأقسام دي بيدور حواليها الطب الشرعي. لكن القسم اللي دايما بيثير تساؤلات وعلامات استفهام كتير جدا وإثارة وأحيانا غموض، أو مش أحيانا ده غالبا غموض، قسم التشريح. تشريح الجثث وإزاي بيتم وليه بيتم ومين اللي بيقوم بيه، وهل أي جثة بيبقى موجودة في قضية أو بتبقى في حادثة أو بتوصل بس مصلحة الطب الشرعي أو تحديدا المشرحة لازم تتشرح، لازم تدخل على ترول التشريح، ليه ده لازم وليه بيحصل وإيه الحالات اللي بيحصل فيها، وهل الموضوع كله مقتصر على تشريحه وبس ولا في حاجات تانية غير كده. كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في حلقة النهاردة، بس بعد الفاصل. شميت ريحة الموت قبل كده؟ أو تخيلت إن الموت ليه ريحة؟ أو الأموات عموماً غير ريحة التعفن أو التحلل اللي بتصدر من إن الأجساد بتتحلل تحت الأرض، بس تخيلت إن أنت ممكن تحس إنك شامم ريحة ميت؟
ولا كانت دي مجرد جملة بس بتشوفها في رواية أو بتسمع حد بيقولها مجازا، تعبير مجازي بس عن حاجة هو مر بيها؟ في منطقة السيدة زينب وتحديدا حوالين مشرحة زينهم انت بالفعل هتشم ريحة الموت، إلا بقى لو كنت من قانطين المنطقة. المكان هناك عبارة عن شوارع رغم ان فيها دوشة وصوت كتير، بس لو انت بتدخلها لأول مرة هتحس بالفعل بسكون الأموات. يمكن كتير يتخيل ان دي مجرد حالة بس هو بيحسها لأنه قريب من المشرحة فطبيعي يحس بده، بس الموضوع غير كده خالص. الكاميرا بتاعتنا هتقرب أكتر من المناطق دي دلوقتي وهتورلنا انه بالفعل الشوارع بيخيم عليها سكون رغم ان فيها حركة في عز الظهر، مستحيل تكون منطقة أحياء ومتعاملين معاها بشكل طبيعي. مفيش حد، وده بشهادة الناس اللي في المنطقة، بيقدر يعيش في المكان ده وهو جاي عليه ساكن جديد. لازم تكون مولود ومتربي وعايش فيها بقالك سنين طويلة علشان تقدر تتعايش مع فكرة انك عايش جنب المشرحة، فبتصحى على صوت سويت وحالات داخلة، واحيانا في كوارث كتير البلد بتمر بيها بيبقى فيها عدد جثث كبير بتشوف الجثث بعينيك، فمش هتقدر تكون جوه المشرحة او في جوه المنطقة دي الا لو انت فيها من زمان تربي فيها بشكل مختلف. الصورة اللي قدامكم دي من جوه المشرحة وسط التلاجات، تلاجات الجسامين اللي بتدخل المشرحة سواء كانت هتتشرح او لا. بمنتهى البساطة الناس اللي هناك بيتعاملوا مع الفكرة بشكل عادي جدا. الباب الخلفي للمشرحة اللي بيدخل منه الجثة ده مفيش حد من الاهالي بيشوفه ولا بيشوف دخولها وخروجها الا لو في كارثة كبيرة خلت اعداد الجثث كبيرة جدا، فبالتالي هما بيشوفوها بره، واحيانا بيساعدوا كمان في دب نفسهم. يعني من ضمن الحاجات اللي اتقالت لنا من الاهالي انه الشباب كانوا بيساعدوا في نقل الجثث مع عمال المشرحة. بيدخل الجثمان في عربية إسعاف من الباب الخلفي، وبعد كده بتبدأ رحلة طويلة في مكان فيه أحياء كتير كلهم بيتحركوا، بس حياة عبارة عن موت، رحلة تانية في عالم تاني مش أي حد هيقدر يتعامل معاها ويتعايش مع فكرة إن هو بيتكلم عن مشرحة وعن ناس عايشة جواها. بس بالفعل ده بيحصل، دكاترة كتير كل دورهم وكل شغلهم بيدور حوالين التشريح ووسط الجثث. اخفض طرفك واخشع وتدبر، فأنت في حضرة مشرحة زينهم، المكان اللي مش أي حد يعرف إيه اللي بيدور فيه، واللي كتير مننا فاهمين عنه حاجات غلط، أولها جن وعفاريت. طبعا ده مش حقيقي، مش كل التعامل مع الموتى معناه تعامل مع جن وعفاريت. المشرحة مش اختصاصها بس تشريح الجثث، بمجرد ما الجثة بتوصل في عربية الإسعاف اللي لازم يكون معاها مأمور أو مندوب من الاسم أو حتى أمين شرطة بخطاب بيصرح للمشرحة أن هي تستلم الجثمان ده، بتبدأ المشرحة تنزل الاسم والبيانات بتاعة الجثمان في الدفاتر عندها وبتبدأ رحلة دخوله. أول ما بيدخل بيشوف المسؤول عنده إذا كان القرار اللي جايله من النيابة ولا لأ. لو جايله بس بمجرد استلام الجثة فالجثة بتدخل تتحط في تلاجة الحفظ. تلاجة الحفظ دي ما ينفعش تحط فيها جسامين أكتر من ساعات أو بالكتير قوي يوم واحد، لأن هي عبارة عن تلاجة، بعد كده بتبدأ الجثث تتحلل وتتعفن فلازم تخرج منها. لكن لو الجثة هتقعد أكتر من كده بتتنقل لمكان تاني اسمه التجميد. التجميد ده ممكن الجثث تقعد فيه سنين من غير ما تتحلل لأن هي بالفعل مجمدة في انتظار قرار النيابة اللي ممكن يقول إن هي تتشرح وممكن يقول لأ على حسب القضية أو الحالة اللي وصل فيها الجثمان للمشرحة. في حالة إنه النيابة قررت إنه يتم بالفعل تشريح جثمان، بيخرج الجثمان ده على أوضة تالتة خالص اسمها أوضة فحص الأشعة. الأوضة دي بيتم فيها الفحص المبدئي أو الظاهري بالأشعة على الجثمان بحيث إنه يتعرف الإصابات اللي فيه وأماكنها والشكل الظاهري العام للجثمان قبل ما يدخل يتشرح. وفي حالة إنه النيابة ما أمرتش بالتشريح لمدة شهر بتبدأ المشرحة تطلب من النيابة قرار بإخراج الجثمان ده من التجميد، لأنه دايما بيبقى فيه حالات كتير والمشرحة بتبقى عايزة تفضي الأماكن دي. لو الجثمان مفيش قضية أو مفيش حاجة بالفعل
تحتم او تستدعي تشريحه، النيابة بتصدر القرار بانه فعلا يتم تصريح الدفن ليه. لكن لو في حاجة تستدعي بتبدأ عملية التشريح. عملية التشريح عملية معقدة، مش دايما بتحصل زي ما قلت لكم لكل الجثث اللي بتدخل فعلا في المشرحة. في جثث بتحتاج ده وفي جثث لا. بس بما ان الموضوع طبي بحت، فخلونا نسمع من دكتورة يارا يسري، طبيبة في جامعة عين شمس، تقول لنا ايه اللي بيتم بالظبط، او يعني ايه تشريح، ايه الفكرة من التشريح، وايه الهدف منه، وبنقدر نوصل لايه، وهل التشريح ده معناه فعلا تقطيع جثث بنلاقي اعضاء بني ادمين، ولا الجثة بترجع لكامل طبيعتها بعدها وبتدفن بشكل طبيعي جدا كأنها بس كانت بيتعمل لها عملية وآثار خياطة مش أكتر. هنعرف كل ده من دكتور يارا دلوقتي. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور دكتور يارا، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. في البداية بس حابين نشكر حضرتك الأول على مداخلتك التليفونية، وعايزين نعرف منك يعني إيه تشريح، إيه اللي بيتم في التشريح. بصي يا فندم، هو التشريح ده بيبقى لي يا اما اغراض قانونيه يا اما اغراض طبيه. اوكي، الاغراض الطبيه مثلا بالنسبه لنا انه نبقى مش عارفين ايه سبب الوفاه اصلا بتاع الجثه، فبنبدا نضطر ان احنا نشرحها عشان خاطر نوصل لسبب الوفاه. تمام. في اغراض قانونيه زي ان الحاله دي اصلا تبقى جايه لنا مثلا في مشكله، في خناقه في الشارع، جايه لنا في ظروف احنا شاكين ان اصلا الظروف دي مش طبيعيه للموت، يعني مش البني ادم كان مريض اصلا قبلها، شاكين في جريمه، فبنضطر نشرح لاغراض قانونيه عشان نوصل برضو هل فعلا دي جريمه والجريمه المشتبه فيها دي وقعت فعلا ولا لا. تمام. زي ما حضرتك قلتي من شويه، بيبقى برضو كمان عندنا غرض تعليمي، يعني غرض تعليمي. احنا كطلب الطب من المواد الاساسيه اللي بندرسها لازم ماده التشريح، بندرسها في سنه اولى وثانيه. بس دكتور يارا، اكيد ده مش بيتم على اي جثمان، في جثامين معينه هي اللي مخصصه للاغراض التعليميه، مظبوط؟ بالظبط، طبعا بالظبط. في ناس احنا طبعا كطلبه سالنا السؤال ده اول سنه دخلنا الكليه، لان برضو كنا خايفين ايه مصدر الجثث اللي جايين اللي احنا بندرس عليها دي، فاتقال لنا ان هم من مصدرين. المصدر الاولاني الجثث بتبقى مفقوده الهويه، يعني ما حدش من اهلها بص عليها، ما لهاش بطاقه، مش معروف هويته. زي ما حضرتك قلتي من شويه هيبدا يتحلل ويتعفن في المشرحه، فبيبداوا يوهبوها لكليات الطب والمشارح كليات الطب عشان خاطر نبدا نستخدمها في الدراسه. الحاجات الثانيه، واعتقد ان هي دي نادره جدا، انه في ناس بتوهب جثثها ان هي تبقى بتستخدم للاغراض التعليميه، يعني في يكون كاتب في وصيته ده. بالظبط، في ناس كده زي الناس دلوقتي اللي هو بره بس لسه لحد دلوقتي ما توافقش عليه عندنا، او ما بقاش حاجه رسميه، يعني ان الناس بتتبرع باعضائها بعد الموت، بيوقعوا على موافقه ان هم موافقين يتبرعوا باعضائهم بعد الموت. دكتور يارا معلش، بس قبل ما حضرتك تكلمينا اكتر عن الموضوع وتدخلي في فكره التشريح، في حته الاعضاء دي عايزه اسال حضرتك على حاجه. الأعضاء بيبقى ليها فترة صلاحية معينة بعد الموت، ما ينفعش إن هو يتبرع بيها بعد كده؟ أيوة طبعا يا فندم. يعني سمعنا إن الدكتور هشام عبد الحميد الرئيس السابق لمصلحة الطب الشرعي والمتحدث الرسمي باسمها كان بيقول في تقرير من تقاريره إنه عضلة القلب مثلا بعد 3 دقايق ما بينفعش إن أنا أنقلها من جثمان لجثمان، أو إنه الكلى من 12 ل 15 دقيقة بعد كده هتبقى غير صالحة، فأنا أصلا ما أقدرش أنقل أعضاء من حد لو هو متوفي بقاله فترة طويلة، ده مظبوط؟ بص، ايوه طبعا يا فندم. بالنسبه للبني المريض اللي بيبقى زي ما قلت لك كاتب في وصيته او ماضي على قرار ان هو عايز يتبرع باعضائه، بتتم على طول بعد الموت الاكلينيكي اللي هو موت الدماغ. ما بين الموت الاكلينيكي وموت الجثمان نفسه في فتره بتبقى الاعضاء فيها صالحه ان هي تتنقل من جثمان لاخر، او تتحفظ لحد ما مثلا يبقى في عيان تاني ممكن يستفاد من الاعضاء دي، فلازم ينقلوها، يحاولوا ينقلوها في الوقت المخصص لكل عضو. تمام. طيب بالنسبه بقى لحته التشريح، ازاي بيتم تشريح الجثه؟ هل بيتم تقطيعها؟ لا طبعا مش بيتم تقطيعها. بصي انا هفهمك. لازم طبعا التشريح في اغلب الاوقات بيتم بعد موافقه الاقارب لو سبب الوفاه مش معروف، ولو هي مثلا في مسرح جريمه او حاجه زي كده بيتم تسليمها في حاجه اسمها شرشف الادله، يعني زي كيس معقم كده بيحفظ الجثه لحد ما توصل للمكان اللي هتتشرح فيه. تمام.
بعد تمام كده بيبقى في حاجة اسمها فحص خارجي وفحص داخلي. الفحص الخارجي ده بيقوم بيه شخص اسمه فني التشريح، زي اللي هو فني بيبقى الأشعة موجود كده، في غرفة الأشعة. بيبقى موجود في غرفة الأشعة قبل ما يبدأ يساعد الدكتور أو قبل ما الدكتور يتواجد. فني التشريح ده برضه بيساعد الدكتور في عملية التشريح وكل حاجة، بس الأول هو بيقوم بتصوير الجثة، وممكن كمان يفحصها بالأشعة فوق البنفسجية عشان زي ما قلت من شوية نجمع أي أدلة، نشوف أي جروح في الجثة، ويبدأ يكتب مواصفاتها. أوكي؟ وبعدين بياخد عينات من الشعر، من الضوافر، ويفحص الجروح زي ما قلت لك، ويوزن الجثة، وبعدين ينظفها، وبعدين تنقل الجثة إلى الفحص الداخلي بعد كده. تمام. طيب في حالة ان الجثة ما كانتش كاملة، يعني قابلنا حالات من ضمن اللي كانت في المشرحة واحنا بنحضر للموضوع، الحالة واصلة المشرحة اصلا هي مش سليمة، يعني في حالة من الحالات كانت موجودة في كيس وهي عبارة عن 42 قطعة، الحالات اللي زي كده بيتم تشريحها ولا بيبقى ليها مسمى تاني؟ بصي، هو والله انا مش قادره افيدك في الموضوع ده قوي، لان انا لسه ما تخصصتش او مش متخصصه في الطب الشرعي او في التشريح بالذات، تمام؟ فاكيد بيبقى في يعني في قاعده عامه، ومن القاعده العامه دي في حاجات زي ما بنقول عليها ايه، حاجات سبيشال كده بنطلعها بره وبنبدا نسميها مسميات اخرى. مفهوم يا دكتور. طيب بالنسبة لعملية التشريح اللي بيقوم بيها الدكتور، طبعا ما ينفعش الفني يقوم بيها لوحده، لا طبعا هو ما إلا بس مساعد للدكتور في الحالات دي. طبعا بيساعد الدكتور، لان هو طبعا بيبقى متابع وعارف الخطوات ودي مهنته، فهو الوحيد اللي يقدر يساعد الدكتور في حاجه زي دي. شرح طبعا مبسط الاول بس يا لازم، دكتور منك لعملية التشريح. تمام، لازم الدكتور اول حاجه بيعمل حاجه اسمها وصف عام للجثه، يعني يبدا يتكلم عن طولها، عن وزنها، يوزنها، يبدا يتكلم عن هي مثلا ممكن تكون من انهي عرق، لون البشره، يعني الوصف عام كده للجثة، بحيث ان هو ايه يعني يدي معلومات اللي هيقرا التقرير بعد كده. وبعدين بيتم وضع حاجة اسمها طوبة الجسد. طوبة الجسد دي بتتحط اسفل خلفية العيان علشان خاطر يبدأ الصدر يتمدد، تمام؟ ونبدأ نعمل بعد كده الشق اللي بنعمله في الصدر، ويبقى ال 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 الصدر متاح قدام الدكتور ان هو يقدر يعمل الشق براحته من غير ما تكون فيه تناية، ما تخليش الدكتور يعرف ياخد الشق اللي هو هياخده عشان يفتح الصدر. مفهوم. الشق ده بيبقى على هيئة حرف واي او حرف تي لحد نهاية عظمة الكسر، من عند عظمتين الترقوة لحد نهاية عظمة الكسر. وبعدين في كل الحالات بيكمل من الشق لحد تحت لحد عظمة العينة. تمام. بعد كده بيبدأ يفحص، بيبدأ يشوف القلب والرئتين. بعد ما بيعمل عملية توسيع للقفص الصدري على الجنبين عشان يقدر يبقى ليه رؤية واضحة للقلب والرئتين. دكتور هل في خطوات معينة بيكتفي الدكتور لحدها ومش بيكمل تشريح مثلا لو هو وصل لو عايزه، ولا التشريح دي عملية متكاملة بتتم كلها؟ لا أكيد لو هو عايز يفحص حاجة معينة ممكن يفحصها وبعد كده يبدأ يقبل الجثة بعد كده، يكتفي يعني بده. مش شرط كل يعني ممكن يكون في ناس عايزة تفحص المخ أو عايزة تفحص، بس الأغلب العام إن بتبقى الحالات مش معروف سبب الوفاة أو مجهولة الهوية أو شكين في جريمة، فبيبقوا عايزين يعرفوا إيه السبب. فبيتم وبتبقى حالات تشريح كامل ليها. فبيتم تشريح كامل، وفي حالات مجرد ما بتتفتح بيتعرف، يعني طبيعي مثلا ان الجثه اصلا ما بتنزلش، فاحنا اول ما نفتح ونعمل الشق ونلاقي ممكن الجثه تنزف، ممكن يبقى الموت بسبب غرق. فده ادانا دليل او كلو على سبب الموت من غير ما نضطر نكمل اجراء التشريح للاخر. طيب دكتور حضرتك بتتعاملي مع الموقف ده ازاي باعتبار ان انتي بنت ودخلتي كلية الطب وبتتكلمي دلوقتي عن التشريح، او انتوا كدكاترة بنات اصلا الموضوع بالنسبة لكم بيبقى عامل ازاي؟ هل اتعودتوا ولا لسه لحد دلوقتي بتتأثروا بيه؟ بصي، وانا اقول لك عن تجربتي الشخصية، انا كنت مؤهلة نفسيا ان انا داخلة على كلية طب وهشوف مزرعة وهشوف الكلام ده. وبعدين اول مرة دخلونا على جثث محفوظة في الجثمانين، اللي هي مادة الحفظ، الجثث او الاعضاء
بنحافظ عليها من التحلل، جثث محفوظة في الفورمالين بقالها 10 سنين، فبالنسبة لنا ما كانتش بالشكل المبدع اللي هو يخلينا يغمى علينا والحاجات اللي بتيجي في الأفلام. طب ازاي كنتي مؤهلة نفسيا يا دكتور؟ مؤهلة نفسيا علشان أنا كنت بحلم بكلية الطب من وأنا في تالتة إعدادي، فكنتي مرتبة نفسك عليها. فمرتبة نفسي إن أنا هدخل بقى وهيغمى عليا زي منى زكي في الفيلم، بس الحمد لله ما حصلش. بنشكرك يا دكتور جدا، وبنتمنى لك التوفيق انت وكل الدكاترة زمايلك في مهمتكم الصعبة جدا دي. مش كل الجثث اللي بتدخل مشرحة ذنهم بيتم تشريحها، ومش دايما التشريح بتكون عملية كاملة لكل أعضاء الجسم، ممكن نكتفي بأخذ عينة معينة أو بتشريح عضو معين في جسم الإنسان. والتشريح مش هو العملية الوحيدة اللي بتتم داخل المشرحة. هنشوف مصير الجثث دي بعد ما بيتم تشريحها وبتصدر التقارير بتاعتها سواء للنيابة أو سواء للأهالي بيكون إيه، بس بعد الفاصل. بعد ما الجثث المجهولة أو اللي أصحابها عارفينها بتتشرح وبيصدر التقارير بتاعتها بيبدأ وقت خروجها من المستشفى. في عندك حل من اتنين، لو لا قدر الله انت حد من أهالي الضحايا فبتستلم الجثمان وبتاخده وبتمشي وبتغسله وبتكفنه بمعرفتك بره المشرحة وبتدفنه في المقابر الخاصة بيك. لكن في تعاقد بين المشرحة وبين أحد المغسلين بيتم بداخلها بمبلغ زهيد جداً في مقابل ان هو يقوم بالغسل وبتكفين المتوفي. بعد كده بتبدأ رحلة خروجه للمقابر. لكن المشكلة الكبيرة بقى اللي بتخلي ناس كتير تقف عندها مصير الجثث المجهولة او الجثث اللي اصحابها مش عارفين يستدلوا عليها اصلا. الجثة كده كده معروف مكانها ومعروف كمان بياناتها، معاه بطاقة مثلا او بياناته بالفعل اتعرفت، بس مش معروف اهله مين. فالجثة كده ملهاش حد يستلمها، أو الجثة مجهولة الهوية أصلا اللي لم يستدل على بياناتها، محدش عارف يوصلها أصلا هي بتاعت مين باسم مين. الاتنين دول بيتعاملوا في المشرحة على حد سواء، لأن الاتنين بيبقوا بالنسبة للمشرحة جثث مجهولة الهوية، بيكون مصيرهم حاجة واحدة بس، الدفن في مقابر الصدقة. مقابر الصدقة المكان اللي جنب مشرحة ذنهم بالظبط، واللي بيقوم على حراسته حاجتين، فرد ومجموعة من الكلاب. الفرد ده بصراحة هو أغرب حاجة في الموضوع. فوقية الترابية، فوقية محمود إبراهيم 44 سنة بتشتغل في الترب وفي مقابر الصدقة تحديدا من وهي عندها 13 سنة، يعني تقريبا أول ترابية في مصر. ورثت المهنة من والدها اللي توفى بسبب انه بيستنشق روايح وغازات المقابر كتير، فاتصاب بسرطان على الحنجره وتوفى بعده بشهور قليله. فوقيه بتقول ان اكتر الحالات بشاعه اللي هي مرت بيها وهي بتدفنها وتاثرت بيها طبيعي تكون حاله والدها. لما عملنا حوار مع فوقيه لقينا ان هي بتعتمد على الكلاب بشكل اول واساسي في ان هم يحرسوا معاها المقابر، علشان تمنع الناس اللي زي المتسولين ان هم يهجموا عليها ويدخلوا يعيشوا في المقابر بحكم ان هم ما عندهمش اماكن، او الناس اللي بتشرب مخدرات بان هم ياخدوها اوكار ليهم او بالمعنى المتعارف عليه غرز
او حتى ان هي تمنع الناس اللي بتسرق القبور من النبش فيها. فاعتمد على الكلاب بشكل اساسي. قابلنا على الباب مجموعه من 8 او 9 كلاب تقريبا قايمين على حراسه مقابر الصدقه. بيصدر قرار من المشرحه او من القصر العيني لفوقيه ان هي تستلم الجثمان ده وتدفنه في مقابر الصدقه عندها. عندها في مقابر الصدقه 120 اوضه، الاوضه بتاخد 4 جثث. بس بعد كده لو الحال تدهور واستلمت جسامين كتير ومعرفتش تقدر تعمل فيهم ايه، بترص الجسامين فوق بعض وبتسيبهم في المقبره دي. مش بيجي لها بس من المشرحه بتاعه زينهم او من مستشفيات القصر العيني عموما، ده بيجي لها كمان من معهد الاورام ومن باقي مستشفيات مصر اعضاء بس مش جسامين. زي لا قدر الله لو حد اتصاب بورم معين فحصل استئصال لعضو او عمليات البتر الكتير، فبتجي لها عربيه محمله بالاعضاء دي، بس مش بتدفن في مقابر، بتدفن في حاجه بتعرف بابيار، حاجه تحت الارض، غرفه او بير على حد تعبير فوقيه تحت الارض بتدفن فيه الاعضاء دي كلها، سواء بقى ليها اصحاب او ملهاش اصحاب ده مش موضوعنا. هي ما بيجيلهاش اصلا جسامين بارقام، هي بيجيلها بس اعضاء. بعد فتره من تحلل الجسامين بتنقلهم فوقيه من الاوض دي لاوض تانية مخصصه لجمع العظام عشان تفضي الاماكن دي وتنظف الطرق وتخليها جاهزه لاستقبال جسامين تانية. مش دايما بيكون الجسامين اللي بتجيلها جسامين مجهوله الهويه، احيانا كتير كمان بتكون جسامين لاشخاص او افراد اهاليهم عارفينهم بالفعل بس ما عندهمش مقابر، فبالتالي بيروحوا يدفنوا في مقابر الصدقه وبيبقوا يزوروهم بعد كده. بعد الدفن بوقت سواء كان قليل او كتير، وارد جدا يجي حد الفوقيه ويقول لها ان هو اكتشف ان مدفون عندها شخص ما من ذويه وبيطلب استخراجه عشان ينقله في مقابر تانية. فوقيه بقى بتعرف ده ازاي؟ وقت استلامها الجثمان من مديرية الأمن أو من المشرحة على حسب مين أصدر التصريح، بيكون موجود بين رجل الجثمان إزازة، والإزازة دي مكتوب فيها كل بياناته، بحيث أنه مهما تحلل أو الجثة تعفنت وتحللت وانتهت يفضل موجود الإزازة عشان يعرفوا يجمعوا باقي الجثمان. الموضوع صعب وكلام مش أي حد يقدر يسمعه، بس هو ده بالفعل اللي بيحصل. بيجي حد يطلب انه يستخرج بواقي الجثمان دي عشان يدفنها في مكان تاني. الجسامين دي بتكون موجوده في مديريه الامن بارقام وبيانات معينه حتى لو اهاليهم مجهولين، صوره الشخص المتوفي وحاجات معينه بتدل على شخصيته وهويته وارقام او كود معين بعد كده بيتبعت ليها في ازازه بين رجلين المتوفي، وهي بتسجل الحاجات دي عندها بحيث انه لما حد يجي لها تبقى عارفه هي دفنتها في اي مقبره فيهم. الجسامين المجهوله لما بتدفنها فيها مش بتاخد عليها اي اجر من اي حد، مرتبها اللي بتاخده من القصر العيني اللي لا يتعدى ال 400 جنيه بيكون هو ده مصدر عيشها الوحيد، بتاكل منه هي واولادها واخواتها اللي عايشين معاها في نفس المكان في مقابر الصدقه. فوقية قالت ان هي بحكم انها بتتعامل مع الميتين من وهي عندها 13 سنة عمرها ما لاحظت اي حاجة غريبة، عمرها ما حست ان هي وسط عفاريت ولا وسط جن ولا حست بخوف ولا كان الموقف مهيب بالنسبة لها، هي خلاص بالفعل اتعودت عليه. بس مشكلتها الحقيقية بتبقى لما بتخرج برا للاحياء، مش بتقدر تتعامل مع المواقف بتاعتهم، مش بتقدر تتعامل مع البشر. المكان في مقابر الصدقة مش زي اي مقابر ممكن حد يدخلها لزيارة، المكان هناك فعلا بيخيم عليه سكون أموات، بس مش سكون أموات عادي، سكون أموات مجهولة كأنهم ملقوش مكان خالص ليهم في الدنيا واستقروا بس وارتاحوا في مكان ليهم معروف بيجمعهم كلهم، كل المجاهيل بيتجمعوا في المكان ده. الفكرة كلها انه فوقية الست اللي عندها 44 سنة وهي بتكلمنا عن مدى بشاعة اللي هي بتمر بيه وهي بتدفن كانت بتقول انه احسن كتير من حاجات بتحصل بره. قالت كمان انه مفيش حاجة اسمها سرقة اعضاء او انه مفيش حاجة اسمها نبش قبور، مع ان المعروف انه من سنتين كان في حادثة نبش قبور والمحكمة احالت الترابية واخوها للمحكمة، بس فوقية نفت الكلام ده تماما
وقالت انه مفيش اي حاجة زي كده بتحصل، وان هي عارفة كويس قوي تحرس المكان، وكمان لو حست باي حاجة غير طبيعية بتطلب من القسم ان هو يتدخل فورا. لما بيجي لها حالات معينة مش مجهولة الهوية تضطر ان هي تستقبلها لناس ما عندهمش مقابر، بتحاول ان هي تاخد منهم بس مبلغ زهيد مقابل ان هي هتدفنهم في المكان ده. من وقت للتاني القصر العيني بيقوم بالرقابة عليها وبيشوف هي بالفعل بتنظف المكان وقايمة بيه كويس ولا لا. مشكلتها الوحيدة انها عايزة القصر العيني يعمل معاها تعاقد سنوي، بحيث ان هي تبقى خلاص هي عارفة ان هي ليها معاش بعد كده وتأمن بيه مستقبلها ومستقبل اولادها. منطقة السيدة زينب وتحديدا حوالين مشرحة زينهم ومقابر الصدقة مكان مليان حكايات كتير جدا لناس مختلفة، لناس بتقول كل كلامها عن الموت والأموات والحوادث الكتير اللي بتحصل والجثث، وبتتكلم عنها بشكل طبيعي جدا. بس في أسئلة لا الناس دي ولا أي حد منهم ولا حتى الناس اللي جوه الأماكن قدر يجاوب عليها، زي مثلا هل بعد تشريح الجثة وبعد ما بتتحط كمان تدفن في المقابر أنا أقدر أخرجها وأشرحها تاني؟ ده بالفعل ممكن يحصل. طب ساعتها التقرير بتاع الطب الشرعي هيكون مطابق ليه بنسبة كام في المية؟ طب هل دور المشرحة كله مقتصر على الطب الشرعي في ان هو بيشرح جسامين بس؟ دي حاجة غلط جدا. الطب الشرعي بيبقى ليه دور حتى في السجون، وهو بيوقع الكشف على مصابين معينين محتاجين ان هم يخرجوا بره الحبس او بره السجن بسبب ظروفهم الصحية، وبيحضر كمان الحالات اللي بيتم فيها الإعدام شنقا، بيكون موجود منهم دكتور من الطبيب الشرعي عشان يحدد فعلا توقيت حدوث الوفاة وهل بالفعل المسجون توفى ولا لسه والحاجات اللي زي كده، ولو عنده أمراض معينة مثلا قبل ما يتم شنقه وما شابه. ناهيكم عن فكرة تحديد السن والدي ان ايه والحاجات التانية كتير. بمناسبة تحديد السن، لأنه كان شائع جدا الفترة اللي فاتت قضية معينة اجتاحت السوشيال ميديا، كان في اختلاف على المتهم الأول فيها هل هو فوق السن ولا تحت السن، فوق ال 21 سنة ولا تحت ال 21 سنة، وناس كتير استغربت وسألت طب هو أصلا الطب الشرعي هيعرف منين؟ يعني لو بالفعل طلبنا من الطب الشرعي إن هو يقدم تقرير عن سن الولد ده، التقرير ده هيعرفه منين؟ ونسبة خطأه بتكون قد إيه؟ خليني أقول لكم بشكل مبسط إنه الطب الشرعي بيقدر يعرف ده عن طريق العظام والمفاصل. بين العظام والمفاصل غضاريف، الغضاريف دي بتقفل في وقت معين من السن اللي بيمر بيه الإنسان، يعني مثلا في سن 17 سنة بتقفل الغضاريف دي بشكل معين، في سن 20 سنة بتقفل الغضاريف دي بشكل معين، لحد سن 23 سنة، وبالتالي فالطب الشرعي يقدر يحدد وبدقة سن الشخص المعروض عليه لحد 23 سنة بدقة لا تحتمل الشك. طب بعد ال 23 سنة بيبدأ الموضوع يختلف شوية، بتبقى نسبة خطأه لا تتعدى السنة أو السنتين فوق السن أو تحت السن، بس مش أكتر من كده، بيتحدد السن بالتقريب. فده معناه طبعا أنه في الحالات اللي زي القضية اللي اتعرضت علينا قبل كده فوق ال 21 سنة بيتم تحديده بمنتهى البساطة وبمنتهى الثقة في النتائج. من ضمن كمان الحاجات اللي ممكن حد يتخيل ان ممكن يتلعب في تقاريرها الدي ان ايه، البصمه الوراثيه. ناهيكم عن ان دي حاجه ما ينفعش تحصل في الطب الشرعي، لانه طبعا تحت رقابه الهيئات القضائيه ووزاره العدل، فبالتالي اي تقارير بتطلع منه بتكون محل ثقه، بس كمان نسبه الخطا في تحاليل الدي ان ايه تكاد تكون معدومه، لانه ببساطه اي عينه بتدخل المعامل هناك بتكون شايله 50% من الام و50% من الأب من الجينات بتاعتهم. ده أساسي لازم تكون في العينة الجينات دي. في كل عينة بتجيلنا في 16 جين وراثي. ال 16 جين دول عمرهم ما بيتكرروا، لأن ببساطة لو حسبنا 16 أس 16، 16 من الأم و16 من الأب، وحسبناهم 16 أس 16 هنلاقيهم طلعوا بعدد تعداد سكان الأرض لمدة 40 سنة. عدد تعداد سكان الأرض لمدة 40 سنة قدام، وبالتالي مستحيل يتشابه عينتين ويحصل اختلاف فيهم إلا عينات التوائم. فلو أي حد عايز يعمل عينة دي إن إيه ناحية حد تاني، الموضوع لا يحتمل الشك، نسبة الخطأ فيه تتعدى 0%. بما إننا بقى اتكلمنا عن فكرة ليه
بيتشك في تقارير الطب الشرعي، مع انه هيئه تابعه لوزاره العدل والهيئات القضائيه، والمفروض ان هي جهه فنيه تحت الهيئات القضائيه على طول. الفكره كلها في الاعلام، كل اللي بيدور حوالين الطب الشرعي من شبهات في الاعلام. يعني لو رجعنا لورا قوي ايام تقارير خالد سعيد وثوره يناير والحاجات اللي زي كده، التقارير دي كانت خارجه فعلا من الطب الشرعي ولا تحتمل الشك، ولما تعادت تاني ان هي تتعرض على الطب الشرعي طلعت بنفس التقارير. بس كانت المشكله الوحيده انه الاعلام اظهرها قبل ما الطب الشرعي يطلع التقارير بتاعته. بمعنى تاني، مكالمه وبدون ذكر اسماء من تليفون لدكتور في الطب الشرعي من مسؤول كبير بيسال فيها عن تقرير معين صدر ولا ما صدرش، ولو صدر صدر بايه. فالدكتور جاوب على السؤال، فالمسؤول خرج وقال بالفعل ايه التقرير قبل ما التقرير يصدر من الطب الشرعي. فكل اللي وصل للناس ان التقرير ملعوب فيه، وان التقرير مقصود ان هو يجي كده، مع ان ده بس ما الا تقرير هما بالفعل قاموا بيه والمفروض ان هما بلغوه للمسؤول. كانت دي غلطه خلت الكل شاك في تقارير الطب الشرعي، وفهم ان التقارير دي ممكن يتلعب فيها زي ما خرجت قبل ما الطب الشرعي يصرح بيها. فده معناه ان الطب الشرعي هو اللي اصدر القرار على اساس كلام المسؤول، مش العكس اللي حصل. وطبعا بما ان الاعلام ما بيصدق ياخد الخبر وبالتالي ينشره فورا، ما بيستناش صدور التقارير بشكل رسمي وبشكل وافي، ويكون المتحدث باسم المصلحه هو اللي قال الاول التقرير وبعدين الاعلام يتداوله، فالناس كلها بتشك في تقارير الطب الشرعي وبتتخيل انه ممكن جدا يحصل اي لبس او لعب. لما اتكلمنا مع دكاترة الطب الشرعي وسألناهم هل ممكن تبيع ضميرك لو جالك تليفون من مسؤول قالك انه عايز التقرير الفلاني بالشكل الفلاني، كلهم اجمعوا على ان هم هيقدموا استقالتهم ويسيبوا المهنة ويوافقوا على عرض من العروض الكتير اللي دايما بتكون احسن للهجرة بره البلد والشغل في مجالهم وفي نفس الاطار اللي هم بيشتغلوا فيه، بس بمرتبات وباوضاع احسن كتير. فده معناه ان تقارير الطب الشرعي تقارير لا تقبل الشك، ما ينفعش نشكك فيها. بس كل اللي محتاجين نتعامل بيه نتعامل بشيء من الحيادية، وان احنا كإعلام مش اي حاجة ولا اي تقرير بيصدر نتكلم عنه قبل ما يصدر بصفة رسمية من الطب الشرعي. بيفضل سؤال مهم جدا ناس كتير بتسأله، هل فعلا ممكن يتم سرقة جسامين من المشرحة باعتبار ان هي مفيش حراس او امن او حد مسؤول عن بس حماية المكان ده؟ كل الموجودين مثلا 4 أو 5 عساكر بس بشكل عام كده في الشارع، ممكن يتم سرقة جثة من هناك؟ الإجابة هسيبها لكم انتم. انتم فكروا في الإجابة وقولولي ممكن تكون فعلا يتم كده ولا لا. بالنسبة لسرقة الأعضاء، احنا بالفعل سمعنا من دكتورة يارا انه ما ينفعش، لأن معظم الجسامين اللي بتدخل المشرحة بتدخل فيها بالفعل بعد ما هي توفت، وتقرير الوفاة بيثبت ان هي ميتة بقالها كذا ساعة، فازاي هيتم سرقه اعضاء؟ الاعضاء بالفعل ماتت، ما بقتش صالحه. ففي حاله انه في تشريح لجثمان معين انا هاجي اطلعه بعد كده علشان اثبت انه في عضو معين مفقود فيه، ده عمره ما يحصل في المشرحه، لان بالفعل الاعضاء كلها ميته، مفيش ادنى وجه استفاده منها. ناهيكم عن ده مش هيحصل في هيئه تابعه للجهات القضائيه ووزاره العدل. بس هل بقى في سرقه جسامين كامله؟ حد عايز يسرق جثمان معين عشان تقرير الطب الشرعي بعد التشريح ما يدينش حد معين؟ هل ده ممكن يحصل؟ ابعتولنا على الفيسبوك وقولوا لنا اجاباتكم عن السؤال ده، وقولوا لنا لو عندكم اسئله تانية ما تناولناهاش النهارده، واللي اكيد هتبقى اتفتحت معاكم مواضيع كتير وافاق اكتر تبقوا عايزين تعرفوها. استنونا الاسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعه في الى اخره.